ينضم إلينا في هذا الحوار وفي هذه الاحتفالية الخاصة اللواء سامح نبيل، مدير إدارة المعلومات بقطاع الأمن. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا، كل سنة وحضراتكم طيبين. وأنا الحقيقة يعني بيشرفنا أن حضرتك هتكون إن شاء الله أحد المكرمين من السيد الرئيس خلال هذا الاحتفال وهذه الذكرى 71. إن شاء الله ألف مبروك لحضرتك. الله يبارك فيك يا فندم، متشكر جدا جدا. طبعا زي ما احنا الحقيقة دايما شايفين انه البطولات الخاصة بأبطالنا من الشرطة المصرية دائما مستمرة ولا تنضب بشكل كبير. حضرتك يا فندم مدير إدارة المعلومات بقطاع الأمن، وبالتالي هذه الإدارة لها دور كبير للغاية، المتابعة الدقيقة، اليقظة الأمنية، المعلومات الدقيقة للغاية في كل المجالات، سواء مكافحة الجريمة المنظمة قبل أن تحدث الجريمة أو أيضا مكافحة الإرهاب من خلال عمليات الاستباقية الأمنية. يا ريت حضرتك تكلمنا أكثر عن هذه الإدارة، إدارة المعلومات، والدور اللي حضراتكم بتقوموا بيه. الحقيقة وزارة الداخلية بتولي موضوع المعلومات بشكل عام على مستوى وزارة الداخلية أهمية خاصة، نظر أنه ما فيش شيء أو منظومة بتنجح بتكون من خلال المصادفة، لكن يجب أن يكون هناك معلومة، ويجب أن يكون هناك تنظيم، ويجب أن يكون هناك فريق عمل مستمر. الحقيقة الوزارة نجحت أنه يكون في عقيدة أمنية راسخة في ذهن كل ضابط، العقيدة دي بنسلمها من جيل لجيل مستمرة وما بتنتهيش ولا تنضب، وبتستمر وبترتفع وبتزداد. الحمد لله احنا حاسين ان احنا في منظومة ناجحة جدا قادرة انها تمضي على الطريق وتنتصر وتكمل المشوار. بالنسبة للخدمات الجماهيرية التي تقدم الآن يا فندم بالنسبة للمواطن المصري، التسهيل على المواطن المصري باستخدام أحدث التكنولوجيات وأحدث الأساليب التكنولوجية، وده الحقيقة يعني موجود في مختلف المجالات. عايز حضرتك تكلمني أكتر على هذه النقطة تحديدا والتطور الكبير اللي وزارة الداخلية بتتبعه حاليا. الحقيقة يا فندم هو ده كان توجيه رئاسي وتوجيه من السيد الوزير، شعاره العام التسهيل على المواطن، ازاي ان المواطن يشعر انه في بلده بيشعر بمعاملة جيدة جدا، بكرامة عالية جدا. وده بيحصل ازاي؟ بيحصل بخدمة سريعة، بمعاملة جيدة جدا على مختلف قطاعات. قطاع الأحوال المدنية، ازاي ان في عربية بتروح لغاية القرية او المدينة وتطلع البطاقة في مكانها. ازاي في قطاع المرور، ان العربية بتروح لغاية القرية والمدينة البعيدة علشان تطلع رخصة القيادة وتعمل الفحص في الشارع. على مستوى حقوق الإنسان، ازاي انه معاملة المسجون ما بقاش اسمه مسجون، بقى اسمه نزيل، وازاي ان السجن اتغير اسمه. الحقيقة بقى في مفهوم جديد شعاره المواطن، ازاي نقدم خدمة سهلة وسريعة للمواطن بحيث يشعر انه في بلده مصان وكرامته في اعلى مكان. في هذا اليوم تحديدا اللي بنخلد فيه الذكرى الخاصة بمعركة الإسماعيلية الخالدة اللي ضرب فيها أبطالنا من رجال الشرطة أروع الأمثلة وأروع النماذج، الحقيقة في أنه الدفاع عن الوطن ليس مرتبطا فقط بالعدة والعتاد، ولكن بالإيمان والعقيدة الراسخة في نفوس أبطالنا من رجال الشرطة، وما زالوا حتى الآن لديهم هذه العقيدة الراسخة وهذا الإيمان الراسخ في نفوسهم. كيف استطاع ذلك أن ينتقل عبر الأجيال سيادة الوقت؟ بأؤكد على ده. الحقيقة النهاردة من أول طالب كلية الشرطة اللي بأول بيخش، أول حاجة بنعلمها له إزاي معنى كلمة وطن، يعني إيه بلد، يعني إيه أمان، يعني إيه فداء، يعني إيه مسؤولية. هو ده اللي احنا بنعلمه للطالب اللي بيكبر وبيبقى ضابط قد الدنيا، عايز بلده تبقى في أعلى مكان، ما بيبصش لحاجة خالص، لبيته ولا مراته ولا عياله ولا حاجة خالص، لكن بيبص لبلده إزاي يحافظ على وطنه. عبر الزمن وعبر الأجيال العقيدة دي بتزيد ما بتقلش، وبتزيد بشكل متنامي، حاجة تفرح. اللي احنا بنشوفه من ولادنا وزمايلنا الضباط ازاي انه في كل لحظة كل لحظة ممكن يعرض حياته للخطر علشان بلده، عشان مصر، عشان المواطن اللي عارف في كل لحظة ان ده اخوه وابوه وامه وبنته واخته. العقيدة دي يا فندم ما اعتقدش انها موجودة في دول كتير. انا ازعم ان مصر وولادها قدرت تشرب هذه العقيدة الأمنية الراسخة لولادها اللي بيقدر يضحي بحياته في أي لحظة عشان خاطر بلده، عشان يضربوا أروع الأمثلة الحقيقة على الانتماء لهذا الوطن. أنا بشكر حضرتك سيادة اللواء سامح نبيل مدير إدارة المعلومات بقطاع الأمن، شكرا جزيلا لحضرتك وألف مبروك يا فندم على التكريم من السيد الرئيس إن شاء الله. الله يبارك فيك فندم، متشكر جدا.